نقول اهلا اهلا مرحبا بكتيريو. حبيت اختصر عليكم شوي تمور. انا ف سويت شغلات قبل التسجيل، فبخبركم. كنت ابحث عن شوي شغلات وحليت موضوع البترول وهالامور، فالحين وين صار؟ لازم نسير هناك نشوف شو السالفة. هجوم. ونحن راجعين من هناك انا براويكم شو سوينا. هاي تعتون بخبركم المكاين وكل شيء من وين جاي، واختصر لكم الموضوع. بس اللعبة قامت تسوي ثقيلة شوي ترى على فكرة. شغال انا اطور في القنابل هاي. دام الحين احنا شغالين على البحث عشان نقدر نكمل الروبوتات. ها شغالين؟ اوكي مو مشكلة. شو السالفة؟ خلنا نتأكد كل شيء عادل. في حد هجم هني؟ شو عندي دفاعات؟ انزين اوكي. تذكرون وين سوينا المحرك الكهرباء؟ بنصير عنده الحين. مديت خط انتاج جديد منه، حطيت مال بو مكينتين ومديت لهم بيض. على فكرة ممكن نزيدهم، يعني مش قضية ترى، لان هذا كله الحين احنا ما نقدر ننتجه، لان احنا محتاجين البحث العلمي اللي بعده على اساس نسوي شو الموضوع كله. فانا شو سويت؟ قلنا بنخليه اوتوماتيك مرة واحدة، بنعدل مركز الابحاث بحيث ان مركز الابحاث بنغيره بحيث انه يستقبل بحوثات جديدة. ومديت له هني، بنمد له بالعكس. اوكي بنحط له الانسيرترز الحين. انتم موجودين بس في عندي شيء ناقص. شو اللي ناقص؟ في شيء بعد مفروض يجيني غير هاي. لين واحد اثنين ثلاثة. الكتريك فيرنس، الكتريك فيرنس ليش ما قاعد يوصل لي بسرعة كافية؟ اوكي مش محطوط على الكتريك فيرنس. اوكي الكتريك فيرنس انا عندي هني مجموعة اخذت من عندهم. خلي انزلهم من هني، ارجعهم في اللان، ما باهم انا. زين ممتاز. والحين البيون لين هني، وبناخذ الانتاج. عرفتوا الشغلة صح؟ اذا محتاجين تعرفون شيء ثاني ممكن تسألوني بجاوبكم عقب. امور طيبة. الحين هذا اللي بيسوي انه هو البحث العلمي الشو البنفسجي اللي هو ساينس باك 2X مدري منو برودكشن ساينس باك. بس المشكلة اللي بنواجهها هكذا ما عاد ينفعنا، مش انه ما منهم فايدة، لكن بخبركم ليش. الحين عندنا الخطوط متروسة خلاص، ما في مجال، فبضطر اغير التصميم على اساس اقدر شو اسوي. نفس شبكة عنكبوتية بسوي. خلنا نشيل هايل نباهم نحن على واحد واخليه شغال، ما بشله، بسويه بنفس الشبكة العنكبوتية على اساس ان نحن نبدأ نسوي البحث العلمي.
شل العواميد الليت بعد مرة واحدة، شل كل شيء مرة وشل كل شيء. الحين برد بسوي مرة ثانية بفراغ واحد، بسويه طولي وعرضي. شرح لكم الحين الفكرة، إن شاء الله إنها تضبط. يعني خطرت عبالي الفكرة. الحين لينات عندي مو قامت تشل أكثر صح؟ وما عندي روبوتات أصلا، وما بسوي منول، لأن شغلة تسويه منول شغلة كئيبة وتاخذ وقت وجهد وموارد. وما نبغى طبعا، احنا ناس ننتج وايد اشياء الحين في نفس الوقت، وعلينا كم من هجوم من فوق وتحت. بعدين بتفاهم وياهم بشوف شو وضعهم. انا على اليمين كان في هجوم بعد، بس شكله لازم ما نسكت عنهم، نصير ندمر قاعدتهم نفس ما اخر مرة صرنا دمرنا القاعدة. انزل الحين، واحد اثنين، يركب ولا ما يركب سؤال، بس يركب ممتاز. اثنين، هذا اول صف. شوف تحسوا شيء بسيط لكن ممكن يحل مشاكل ترى، يعني فعلا بعض الامور قد تكون بسيطة لكن واحد لازم يفكر حل بسيط. لانه ما بغيت طريقة، اذا سويته بطريقة من طرق ما راح يكون بالسهولة اللي انا اتصورها الصراحة. هذا ليش ما عندك كهرباء؟ هذا الخط موصول، بس ليش؟ اوكي انا فصلت الخطوط الاساسية كلها شكلي، ولا وايد ناس بيتمون مش شغالين، لازم اشغلهم. ليش بعيد انا حطنا؟ وايد بعدته. وايد 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 بعدته، يعني مش شوي. ارمى كبرى عقب كل شيء، انا اقول ارمى كبرى اخر شيء اتوه اكثر انا. زين عيد ما نبغاهم. وعندكم هاي ما باهم، وعندك الكتريك فيرنس شليت بعد ما باه. وين صار الكتريك فيرنس؟ زين فليبدأ البحث العلمي. اوكي حاول اغطي المنطقة افضل ما يمكن. احس اني خبصت الدنيا ترى اليوم، بس عادي تمشي تمشي. خلنا ارجع اشتغل اول الحين. نرجع اشتغل. نبابلتس لين هني. نبابلتس لين هني. اوكي. الانتاج شغال حلو، الانتاج موجود، الانتاج شغال ومره طيب. الحين بس بقى نوصل هذا 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 هذا. اشوفه الحين كيف، هل راح تضبط معي ولا ما راح تضبط معي؟ بس ايش راح تضبط؟ يعني تصور انه المفروض تضبط، ما تشوف اللي يمنع انها تضبط.
اتصور بتكون في خبصة ترى، بس عادي يعني بتعلم منها. هاي والله منظر حلو، شوف كلهم يرفعون في نفس الوقت. والنيب صديقنا البنفسجي هني، وندخله بالعرض، شغل ترتيب يعني عرض. اوكي واسطة، يا الله. اوكي بس بكنسل هذا واجرب نسوي البحث حق شو اسمبلينج ماشين. والله اتصور انها فكرة ناجحة يا جماعة. انزين الحين شو ناقصنا؟ أظن محتاجين يستوعبون. بس واحد قاعد يسوي ريسيرش. شوف هاي اللي ما عندهم. اوكي قاعد يوصلون لبعض على الاقل، بس شكلها الانتاج ولا ازيد زيادة ولا ازيد زيادة، ازيد انتاج الالكتريك فيرنس. صدق ليش ما قاعد ينتج؟ ما في ادفانس سيركت. ليش ناقص عندنا انتاج هذا؟ اوكي مشكلة قاعد استعمل كل الوير انا ترى. اها واقف الانتاج بتاله. مع اني قاعد استعمل البترول في شغلات وايد، لازم ابدأ استعمل طاقة شمسية صراحة. طاقة شمسية راح تكون فنانة، تخدمني وايد. خلي يشل الالكتريك فيرنس، هو اللي ناقصني سبت الالكتريك سيركت. فبحطي هذا بعد ناقصه. ها بعد ناقص. لا 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 مش اوكي يا اخي، دائما ننتهي نحن نحل مشاكل اكثر من نصنع شيء جديد. على هذا احس مكانه غلط. الحين هذا قام ينتج. زين انا قللت من تقدير هذا الشيء اللي هو الاسمبلنج ماشين اللي هني، فبحتاج اسمبلنج ماشين زيادة هني. زين عسى بزيد انتاج. شو تعال
زين عطني كم من بيت لو سمحت. انسيرتر انسيرتر الحين لازم ينتج اكثر حبة، لكن لازم تسوي فرق يعني، لأن ناقصة هني. بعد أروم سوي غيره ترى مش قضية. بس الحين أظن هالواحد هذا بيسوي فرق ترى. المرات كل اللي تحتاج حبة زيادة بس بدون مبالغة يعني. انا ابالغ مرات وايد ما كان ابالغ في الانتاج. انا احب انتج وايد، بس انا مش عايبني البومب الصراحه. البومب مش عايبني، لكن السمبلنج ماشين ناقص. خلنا نسير تشيك لحظه الفرنس السوري مدين دام كنت تتيب من اخر شيء. هذا توقف عشان تستغل الكميه كامله. زين هذا كل كم بينتج؟ بعد بينقص، بعد بينقص. فدام عندي مساحة فاضية خلنا نشوف تكفي. إذا أمد يعني أسمبلنج ماشين سهل قاعد يستوي وايد عندي منه، بس المشكلة محتاج أزيد إنتاجية الإلكتريك فيرنس. هذا الالكتريك سيركت هني صح؟ إذا أطلع لي فرع من هني الالكتريك سيركت شو بيكون الوضع؟ ما بيكون أحسن، ما بيكون أحسن. أنا أتطور مكينة واحدة هني، مكينة بس. إذا أسوي سيركت مكينة زيادة بتحل المشكلة. سأل مكينة تبى بلاستيك تبى هذا بعد في نفس الوقت. وإذا سوينا واحدة شوف وين نقدر نحطيها. وإذا سويت الأسمبلنج واحدة وشوف وين نحطيها شو بيكون الموقف. هل بيكون أحسن؟ هل بيكون أسوأ؟ هايل بس وضعهم تمام، وضعهم في السيفتي ممكن، ممكن جدا. ممكن جدا، لكن يبغى له تعديل للخط هذا. والخط تعديله مش صعب يعني، بس يبغى له شغل. كل اللي محتاجه مساحة زيادة من هذه. سوي لي اندر جراوند بيلت. نشل هذا حطي اندر جراوند اوكي. وهذا النيبة من وين؟ من هني لين هني. ما اعرف اذا بتضبط ولا لا 100%. صعب تضبط هي الحين لانه يبالي خطين يدخلون وخط يطلع، فبعد يمكن احتاج مساحة اكثر. يعني لو اجيب الخطين الحين، اذا قدرت اجيب الخطين، خط واحد هني بحط سبلتر. زين بس بعد ما ينقصني كويل. صبر خلنا نشيل شوي اسمبلنج ماشينز من عندهم. لحظة عندكم اسمبلنج ماشينز خيبة 14 ما بغيتهم. ابا ازيد انتاجية الالكتريك سيركت.
شي يباله، ما يباله شي، يباله سبلتر من هني، هي بلين هني زين، سبلتر من هني لهني. انا محتاج تو سبلترز الحين، عندي واحد اوريدي، خل هذا سوي سبلتر ثاني، نزل تحت، شل هذا حطه اندر جراوند، شل هذا حط مكان سبلتر، شل الخط هذا هني بلين هني، ونحطي 1 2 1 2، وافترض اني بسوي هالكثر 1 2 1 2. اوكي حلو، فني بخط مهني خارج الانتاج، نسويه هني لهني هني لين هني، وهذا بيكون اللي بيساعدهم في شو؟ في الانتاج. ان هذا شو بيسوي لنا؟ الكتريك سيركت، الكتريك سيركت، الكتريك سيركت، الكتريك سيركت. ها شو بيسوي لنا؟ كوبر 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 كوبر. طبعا هذا غلط وجوده هني، هذا بيكون هني، ليش بجيبه من فوق؟ لانه بيكون عندي تو سورسز، و بسوي بعد بحتاج سبلتر ثاني، بس ما بياخذ وايد من السبلتر ترى، انا هذا ما بياخذ وايد من الانتاج اصلا، فعادي انا مش انها قضية، انا ما احس انها قضية عادي. اوكي سوي تي جنكشن هنا، سوي بالطريقة هاي، بعد غلط، لا 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 ما يحتاج تي جنكشن، هذا محتاج شيء ثاني، محتاج سي بس مش هنا، انا بقولكم هنا سوري، 1 2 1 2، بس برفع الخط شوي لانه ما بيكفي، عندي مكان هي، عندي مكان ها، كنت بحطيت تي جنكشن بعد الكبرور مش قبله، ما ادري ليش حطيته قبله، اللي هو اساس ان نسوي الماشينز. اوكي وين الماشينز هذيلهم؟ 1 2 1 2، اوكي، وعندك هاي هاي، ما بتكون هنا ما بتكون هنا، بيكون تي لازم هنا، هذا بيكون هنا، هذا بيكون هنا، طبعا تي بس اساس ان هذا ان شاء الله ما يجيب العيد، ان شاء الله، لان هذا لو جاب العيد شوفوا شو بيستوي، انا بخبركم الحين، نوضح لكم الصوره، لان الصوره مش واضحه ابدا، ما اعرف ان الكهرباء اللي متى بيمشيني الصراحه، كبرته مره واحده وسحبت عليه انا الصراحه، بعدها ما تشيكت اصلا الكهرباء شو موضوعه، شو استوى وياه، شي طف، بس يوم هجموا عليه حطيت له شوي دفاعات وطف، ف الله اعلم. وهذا يشيل من اللاينين ويحط في اللاين اللي الحين بنعدل مكانه، كان مكان كفاية على فكرة، بس زين الاحتياط واجب، ارجع شوي ورا ولا توهق بعدين، وارجع اسوي شغلة من اول وجديد. انزين يبقى للمكان كهربا،
هذا شو بيسوي لنا صديقنا؟ كويل 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 كويل. زين معنا هذا خلنا يجيبه من الصوب الثاني. ليش اسوي هالشيء؟ اساس ان يكون مرتب بس لا اكثر ولا اقل. يعني في نهاية اليوم احنا محتاجين انتاج الكتروك سيركت وبينا على نفس الخط الاولي. شوفوا سوينا اكسبانشن، سوينا امتداد. مركز الابحاث الجديد شو اخباره؟ جهز لنا ابو اربعة. حلو حلو ممتاز. بس انا في شيء كنت اباه دام اني سويت هذا، ابو هذا ابو يشلون انكريس كابستي بونس تو 4. ايش الكابستي مال الذراع هذا يستوي اقوى. زين هذا شو يبقى لنا؟ بلاستيك وهذا، يعني يبقى كل شيء هنا موجود صح؟ زين مش مشكلة. لازم نسوي جسمه زيادة. لازم نسوي له هذا اكثر. لحظة نسوي واحد، مش من هذا، نبغى واحد اثنين ثلاثة. لا بطلع البلاستيك برا هني. اوكي وين اندر جراوند بولت؟ شوف الحين هني التكتيك كيف نطلع سامان برا. اموره طيبه. ما عليكم بطلع برا، بنتج برا. ايش اسمه؟ بنتج برا اخر شيء. وش الخطمه هني؟ بخليه الحكم بعد. اخر شيء بنتج برا، ما في حد ثاني. طلع هذا هني. اوكي ونيب لين اخر شيء. بس خلنا نسير يبلت انتج شوي وبصير اسرق شوي. الحين بلاستيك يكفي ما يكفي هني ما هي مشكلة ثانية، انا ما بحاتيها الحين. انتاج البلاستيك الصراحة ما في قاعد اعابله حاليا. البلاستيك اذا قعدت امسك الشغلة هاي ما بتخلص. بس انا متأكد سمعت حد يهجم علي. المكان زين محمي نوعا ما. موجود من الحدود. اوكي من الحدود. برنامج جديد يتطلب بعض الحديد. نعم يتطلب على البلاستيك والله مش الحديد، لأن مشكلة في البلاستيك الحين. بسويه هنا هني بالبلت بركبه فاضة بكل بساطة. صديقنا سبلتر 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 صديقنا سبلتر. والله السبلتر هذا الصراحة مسوي شغل في حياتي مش طبيعي. احس اني مدمن على السبلتر. 24 ساعة قاعد استعمل السبلتر، السبلتر في كل شيء. يعني شيء الصراحة من الاخر السبلتر هذا يوفر علينا تعب بلاوي بلاوي كتير. والاندر جراوند بعد صراحة يوفر. هي ما وقف دربه. لا تشوف هذا بيخطف. هي راح شفته هني انا. انزين نحتاج بويض طويلة كم من واحد؟ بنحتاج لنا واحد او اكثر من واحد.
شو اخبارهم هاي؟ قاموا يشتغلون اكثر. اوكي، تستاهلون 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 الشغل الجميل. نعم، لانكم انسان مكافح. انسان، لانكم كلكم انسان. ظلمتم انا لانكم ناس مكافحون مكادحون. نعم، إنها الحقيقة إنكم مكافحون مكافحون. أنتوا بعد كافحوا، أنتوا جولي. في حال بغيت شيء في المستقبل، على أساس أنا من الصبح مرتب، عشان أرتب هذا آخر شيء، صح؟ زين، الكتريك سيركت، الكتريك سيركت، الكتريك ادفانس سيركت، مش الكتريك سيركت. كم بيتحمل المكان اللي انا حاط فيه؟ كم بيتحمل انتاج؟ هني السؤال، كم بيتحمل انتاج؟ كل هذا على اساس ازيد شو؟ كهربي. زين، اللي محتاج ان انا اتصور الحين شو؟ كيميكال بلانت تاني. قاعد استهلك انا البترول اصلا. ايه حلو، محتاج كيميكال بلانت تاني. اشوف اذا بيتحمل الوضع اصلا كيميكال بلانت تاني. ما اعرف اذا بيتحمل تبون الصدق، لكن بحاول اذا قدرت اني ازيد انتاج شو؟ نزيد انتاج المحطة هاي الحين اللي احنا قاعد نسويها، نشتغل عليها البلاستيك. زين، يلا خلصنا. انتج، ترى انتج بيب اساس انتج شو؟ التي جنكشن. فلها سبب انتج التي جنكشن قبل ولا الاندر جراوند، سوري. وهي مشكلة بحد ذاتها هاي، لأنه وايد مرات تخربط، يعني عادي تغلط بكل أريحية. يعني شوف هذا وين بيودي. مشكلة، يبغى له فحم سبلتر. كل شيء الدنيا عندي انا سبلتر، كل شيء سبلتر. انا رقمت عقدتكم شوي في السبلترز. محتاج موارد، ما في طريقة أفضل من الاسبريتر بتشوفها أنا الصراحة حاليا. بس الفحم أموره طيبة، بس وايد انتجت منه أول جيم ترى، مو بشوي ترى، فسوى شغلة من أول جيم. خلاص ادق سبيس واني بنط على اساس اني العب ووركرافت، صح؟ اعرف مكان غلط، اي نو، بس على اساس اني توصل للكهرباء، بس ما وصلت له. فلينقشع بين الارمولي. تقولون بيكفي الانتاج؟
لا انتاج البترول مش ولا بد الصراحة. فشو بسوي؟ بشيل هذا اول شيء، با كيميكال بلانت، ابو سيركت، ابو شوي حديد، ابو 2 كيميكال بلانت مش واحد، يمكن 3 احتاج بعد. شكله عندي وايد اويل، ما اعرف كم بيتحمل الصراحة الريفاينري، واظني يتحمل اصلا اكثر من الريفاينري الموضوع، يعني مش لازم الريفاينري واحد، هنسوي واحد ثالث احتياطا. اوكي فهمنا. اباك تحول هيفي اويل انتو لايت اويل، اباك تحول لايت اويل انتو شو هذا، وباك انت تحول هذا في بيب. وين البيبات اللي سويتها تبعنا؟ سويت كمية انا. المهم انت لايت اويل انتو ذس. لا كلهم يبالهم مي، كلهم يبالهم مي. سوري يبالهم ما، هذا مكان حق الماي، بيك مكان حق الماي. الحين الماي هذا ترى سوى لي مشاكل، لان اذا البيبات حطيتهم غلط العادي المكان كله يستوي عبارة عن ماي الحين، واتوهق شوية. هذا حطيه حق المي، في مي هي في مي. واحد بعد يباله 10، ولا هذا لهذا، هذا يبغى له اغير مكان شوي حبة. لا ليش انا مو بحاول على شيء ثاني صح؟ هيفي اويل تو لايت اويل، لايت اويل تو جاز. لحظة تصرا ما نحتاج خط ثالث، انا اسف بس مش مشكلة عادي. انا احب الاندر جراوند ترى. ليش روم زاد عندنا الانتاج شوي؟ حلو، شكل التركيب هاي بتنفع شوي نزيد انتاجيتها. انا ما بحطيهم كلهم مكان واحد اصلا، منو قالكم ما بحطيهم مكان واحد؟ قص عليك قال لك تحطيها مكان واحد، نبغى من الصوب. المشكلة مش هنا، المشكلة هذا الخط قاعد يروح كل مكان. أنا هذا خط أساسي عندي لل
هذا ما اظني قاعد يحصل الحين البترول، كل البترول تقريبا انتجنا فيه. هذا كله يا جماعة على جل البحث العلمي الجديد، مركز الابحاث. خلنا نشوف كيف تمشي الاوضاع، اظن الحين بتعدل الاوضاع ان شاء الله. بعد بتينا موجة بلاستيك حلوة عادي، اذا هذا حصل له بعد ينتج زين. هذا محصل ينتج، هي محصل. والله اظني بعد محتاج ازيد انتاجية البلاستيك. اتصور هالبيبي يكفي حق واحد ثاني، دام ان عندي واحد ثاني وكل اللي يحتاجه كهرباء. زين ونقصر البيب هذا شوي. زين نحط لنا بيب هني في النص. زين يا جماعة ونطلع منه بلاستيك لأنه يوصل لغاز. نحط له أرم يطلع هني. أوكي هني ولا تزعل، أرم يطلع في الإنتاج منه فحم. فاهم يدخل عليه شو؟ مو بعنا اي انتاج الحين، هذا شغال شغال، ما اظن بيوقف قريب. شو بيطلعون؟ كان يوم طويل صراحة. بس شو الحين هذا صعب نحصله شوي، يباله تعديل انتاج، يباله تعديل انتاج نفطي، لان الحين بيبدا ينقصنا شوي شوي شوي، بيبدا ينقصنا قبل نستعمل البترول تقريبا كله. فالفحم موجود عادي، ببدل هاللاين على طول بفحم، ترى مش قضيه اذا قام ما يطلع مهنين، ببدل اللاين بفحم والامور طيبه. فعندنا فحم فوق اصلا، حتى هذا عبين بدله وخلاص مو بقضية. بس هذا كان بالنسبة لمركز الابحاث اليوم، ان شاء الله بنكمل المرة الجاية وبنشوف شو الحل مع الاوضاع هذه، ونحاول نزيد انتاج البلاستيك ونتمدد اكثر باذن الله.